فماش حاجه كبيره بالنسبه لميلان. سيزون 2013-2014 هو الحديث عن ريكاردو كاكا. يرجع بالكره مره ثانيه سوبر ماريو. بالوتيلي القادم في مركاته الشتوي. خطيره والهدف الاول. 1-0 روبينو. 1-0 جول برازيليو للبيج ميلان للديابولو ميلاني عن طريق البرازيلي. يخدمها ويصنعها المتميز بالو والكره في المرمى. 1-0 بحكم التاريخ. أول هدف السيزون للبرازيلي والهدف رقم 23 لروبينهو للدوري الإيطالي السري. لأن الهدف الأول 1-0 بعد 8 دقائق في أقل من 10 دقائق كنت أتوقع هذا السيناريو قلت وكنت أنتظر هذه الأفضلية الميلانية. ضاعت من لاعب اثنين من مونتوليفو مونتاري شاك في الثالث بدون رقابة بدون متابعة كرة سالة في الشبكة ديهون. اباتي اباتي والتوزيع ممتازه والحضور لين روبينو. روبينو باريو والهدف الثاني للميلان. الهدف الثاني للميلان عن طريق فيليب اكساس. فيليب اكساس 2-0 خدمه ويخوف الخصوم المنافسين. هذه كوره ماريو بارتيلي هدف عالمي. لو سجلوا ماريو كوره ما حبتهوش او الحارس تالق جاتسي والمتابعه وكوره في الشبكه. الاول في 32 دقيقه لعب 32 دقيقه لعب من زمن المباراه للشوط الاول 2-0 وكره لسو سو سو يسدد كوره وهدف رائع. هدف رائع جدا سو والبنيه من هذا المساء ممكن. هذه صوره الكوره هذه جمال الكوره هذه جماليه اجمل اهداف المباراه قنبله من سو. مونتاري يمشي مونتوليفو مونتوليفو يرجع بالكوره اباتي اباتي محاوله التوسيع خطيره وفرصه للهدف الثالث. الهدف الثالث من ماريو بالوتيلي من الحمص. السوبر ماريو ما يراتيش كره في الشباك. الهدف الثالث ما يرحمش ماريو بالوتيلي. هدف جديد لماريو. هدف الثالث ونتيجه طبيعيه. كاليري قادر التعادل بمرتين في الدقائق الاولى للشوط الثاني. واول فرصه في السكند هاف للميلان كره من البيج ميلان من سوبر ماريو بالو بالو تيلي جول.